القدس على نارها، انهيار مبنى في جبل محسن، ومسلحون يؤازرون الجيش بالنار. اغتيال عنصر من فتح في عين الحلوة، والمخيم مقفل اليوم. الجميزة مشياً على الأقدام. صحراء النقب تريد إسقاط براغر، أخطر مشروع تهجيري منذ عام 48. صباح الخير. نور طرابلس ليلة أمس تولته القنابل المضيئة، حيث اشتد القتال على المحاور فيما انهار أحد مباني جبل محسن بفعل انفجار في مبنى الحلبي. باب التبانة وجبل محسن رواية لم تكتب لها نهايات ما دامت تلقى من يحمي نارها سياسيا، والطلقات النارية لم تصب تلك الرؤوس السياسية التي تقف خلف كل جولة حرب. قادة السياسة أعلنوا عجزهم، وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إنه لم يبقى سبيل لم يسلكه لوأد أحداث أدمت قلوبنا، وحتى الاستقالة لم أتردد في الإقدام عليها. بيان الدموع لميقاتي رد عليه اللواء أشرف ريفي بدعوة رئيس الحكومة إلى الاعتكاف. ومن عجائب الزمن الحديث أن ميقاتي استقال فداء للمحبوب، غادر ولم يعد إلى السلطة، تاركاً البلاد بين حكومتين عاجزتين. ماتت الحكومة، عاش اللواء. وبعد توقيف أحد قادة المحاور المقرب من ريفي المدعو حاتم الجنزرلي، ثارت ثائرة مناصريه في طرابلس، وترك التوقيف بالغ الأثر في نفوس المجموعات الريفية. حزب الله رد بدوره على كل الشائعات التي زجت باسمه في المعارك، فنفى وجود عناصر له وخبراء عسكريين في جبل محسن، معلنا أن الحل السياسي المدعوم من الجميع هو الذي ينهي هذا النزيف القاتل. نبدأ من طرابلس، حيث يسمع دوي قذائف وأطلاق نار على مختلف المحاور في هذه الأثناء، وتفاصيل يوم أمس الدامي في تقرير لرونا حلبي. احتدمت المعارك في طرابلس نهاراً واشتدت ليلاً. عشرات من قذائف الهاون سقطت في أماكن مختلفة على المحاور بعد غروب الشمس، وصلت إحداها إلى محيط مسجد التقوى ولم تنفجر. وفي وقت انقطع التيار الكهربائي، ارتفعت أصوات مآذن الجوامع لتطلب من سكان الطبقات العليا إخلاء منازلهم، وطلبت معظم المدارس من تلامذاتها ملازمة منازلهم يوم غد الثلاثاء. أما نهار المحاور فهكذا بدأ. انتبه خطر قناص. شادر رفع في الزهري قرب براد البصار الفاصل بين الزهري وباب التبانة، وشعار يرفعه الطرابلسيون عموما، فخطر القناص لا يقتصر على هذه المنطقة. هنا ما يعرف بجبانة الغربة، وهذه طلعة الرفاعية حيث ألقى الجيش القبض على حاتم الجنزرلي، والتي أغلقها مناصرو الجنزرلي بمستوعبات النفايات تنديداً. وهذا محور الريفا عند مفرق المستشفى الحكومي، وكلها طرقات خلت إلا من بعض المارة الذين يقطعون الطريق مسرعين خوفاً على حياتهم. وقد أدت عمليات القنص إلى مقتل أبو حسن الجندي ومحمد المحمد، إضافة إلى العسكري في الجيش اللبناني عبد الله عجاج وهو خارج خدمته، عوضاً عن عدد من الجرحى من بينهم إدمون فضل الله ملازم في الجيش اللبناني أثناء القيام بعمله في جبل محسن، كما أصيب سوريان في ساحة النجمة في أرجلهما.
وفي وقت أعطى ما سمي بأولياء الدم في جبل محسن مهلة حتى صباح الثلاثاء لفك الحصار عن الجبل وإلا محاصرة المدينة، نفى الأمين العام للحزب العربي الديمقراطي أي علاقة لحزبه بأولياء الجبل، مشددا وسط معلومات عن تطويق الجيش لمنزله على موقف النائي بالنفس، موقف سماه قائد محور الريفا جهاد الدندشي لعبة مكشوفة لا تنطلي على أحد، وقال للجديد: نحن ملتزمون أوامر الجيش اللبناني، تاركين له معالجة القضية التي لن تنتهي إلا بسوق عيد الأب والابن إلى العدالة. أهالي جبل محسن هالهم في المقابل انتشار فيديو يظهر مقاتلين يطلقون قذائفهم على الجبل من أمام دبابات الجيش، لكن التدقيق في أول الصورة يظهر أن الجنود كانوا يتعرضون لإطلاق نار من مكان غير واضح المصدر، وأن مجموعة مسلحين أقدمت فيما بعد على مؤازرته. وقد جرى أيضا تداول شريط مصور لما سمي بأولياء الدم في طرابلس. سأل الكتيبة جيم هاي عن استعدادها الرد على أي كلب يغوي على طرابلس، وأي يد تمتد على مدينتنا الشريفة سنقطعها، ونقطع لسانه وليتبشح بالكلام ويقول على مدينتنا طرابلس أنه سيجعلها نهر فارس الثاني. ونوجه رسالة إلى رفعت عيد، لست أنت من يستطيع حصار مدينة طرابلس، بل نحن الذين سنمنع أي شخص من جبل محسن من خروجه من منطقتنا. بالأمس كان استهدافنا لهم في أرجلهم، ولكن من الآن وصاعدا لن نقبل إلا أن نرسل لكم جيشهم بلا رؤوس، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم أني قد بلغت. بدوره الشيخ خالد السيد أحد قادة محاور التباني عقد مؤتمرا صحفيا. هل سترخصون أيضاً دماءنا في هذا الحدث الخطير الذي لا يقل وطأة ولا خطورة عن حادث التفجير؟ هل سنبقى في أعينكم العمياء أننا الإرهابيون وسيبقى القتلة هم الضحية لأنهم يحسنون النواح ولأنهم يجدون مساحة إعلامية واسعة تغطي كذبهم، ولا نجد نحن أمتاراً مربعة لنغطي صدقنا ولنبين صدقنا للناس ولنتكلم عن أوجاعنا وجراحنا؟ وكان المجتمع المدني قد نظم تحركاً قرب سرايا طرابلس في ساحة عبد الحميد كرامي رفضاً للاقتتال، حيث لوح المشاركون بالعصيان المدني. من طرابلس، رونا حلبي، قناة الجديد. رئيس المكتب السياسي في الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد تحدث لبرنامج الأسبوع في ساعة. هذا اللي عم يحاول يحط هذا الاسفين بينه وبين الجيش اللبناني، وانا بدي اعترف له لفرع المعلومات بهذا الموضوع. نعم. لان عماد عثمان بمحل ما قدر نفذ المطلوب منه من السعوديه. واللي هو شو المطلوب؟ واللي هو خلق حاله شرخ كبيره وحاله مذهبيه كبيره بين ابناء جبل محسن وابناء مدينه طرابلس، وعم يحاول هلا يحط سفين كبير بين أهالي جبل محسن والجيش اللبناني. أنتوا أهدرتوا دم فرع المعلومات يعني بمؤتمرك الصحفي الأخير أهدر دم. هيدي نقطة. هيدا استاذ رفعت، هيدا جهاز رسمي بالدولة اللبنانية يعني. هيدا جهاز أمني عميل، جهاز أمني عميل هو اللي عم حضر هالفتنة كلها يعني. وإلى البرنامج نفسه تحدث إمام مسجد السلام في طرابلس الشيخ بلال بارودي. نحن أولياء الدم، ونحن بداية ما أنشأنا مجلسا عسكريا ولا دعونا للانتقام ممن يثبت عليهم التهمة. لم ننشئ مجلسا عسكريا ولن ننشئ مجلسا عسكريا. نحن خيارنا، نحن هذه الطائفة السنية المظلومة في هذا البلد، خيارنا دائما سيكون الدولة وتحت سقف الدولة. توتر في عين الحلوي وأخبار أخرى في هذه البانوراما المحلية لباسل العريضي.
توتر الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة إثر اغتيال العنصر في حركة فتح محمد عبد القادر عبد الحميد الملقب بمحمد السعدي من قبل مسلحين مجهولين. أطلق أحدهما النار عليه أثناء وجوده في محل لتصليح الأدوات الكهربائية قرب مستشفى النداء الإنساني في المخيم، فأصابه إصابة مباشرة، نقل بعدها إلى مركز الراعي الطبي في صيدا حيث ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجروحه. كما أصيب في الحادث العنصر في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الناصر يوسف ونقل إلى مستشفى النداء الإنساني. وقد استنفر عناصر حركة فتح في المخيم وأغلقت المحال التجارية أبوابها، فيما تكثفت الاتصالات للجم التوتر ومنع انفلات الوضع الأمني، لا سيما أن الحادث هو الثاني الذي يشهده المخيم في غضون يومين. وبقيت أجواء التوتر مسيطرة على المخيم، وسمع صوت قنبلة في محيط سوق الخضار ورشاقات نارية متقطعة، وأعلنت لجنة المتابعة الفلسطينية إقفال المدارس يوم الاثنين. التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة، وتلاقت مصادر بري والسنيورة بحسب معلومات صحفية على أنهما بحثا في وسائل التهدئة السياسية والأمنية من خلال ضرورة تأليف الحكومة في أسرع وقت والعودة إلى الحوار واستئناف عمل مجلس النواب وعدم جواز الاستسلام للفراغ وإنجاز قانون عادل للانتخابات وإجراء الاستحقاق الرئاسي في وقته. كما استقبل بري الكاتب والمحلل السياسي محمد حسنين هيكل ومصطفى ناصر بحضور المستشار الإعلامي علي حمدان. وفي كلمة له خلال ندوة عقدها في مكتبه في صيدا، رأى الرئيس السنيورة أن هناك من يعمل لإبقاء طرابلس جرحا نازفا، مؤكدا أن هناك حاجة إلى أن تعمل الدولة لسحب السلاح من الجميع في طرابلس. لم يعد بالإمكان مداواة المشكلة بالمراهم وبالإجراءات الظرفية أو العابرة، وبالتالي ننتقل من جولة إلى جولة. هذا الأمر أصبح غير مقبول، وبالتالي في هناك حاجة من أجل اتخاذ قرارات حازمة وتنفذ، وإن اقتضى الأمر تغيير رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية الموجودة هناك حتى تصير في هناك شعور أن هناك أمرا جديدا ينبغي أن يصار إلى تطبيقه. وقعت جريمة اغتصاب لشخص من مواليد عام 84 لا يتمتع بكامل قواه العقلية من بلدة قصرنبة البقاعية من قبل عدد من الشبان السوريين. وقد دهم الجيش اللبناني خيام اللاجئين السوريين وقام باعتقال عدد منهم بتهمة الاغتصاب، وأقفل الطرق المؤدية إلى بلدتي تمنين الفوقة وقصرنبة. وعلى الأثر نفذ أهالي بلدة تمنين الفوقة اعتصاما على الطريق الدولية بين بلدتي قصرنبة وتمنين الفوقة احتجاجا وتعبيرا عن غضبهم، وطلبوا من أصحاب الخيام المغادرة إلى منطقة أخرى بعد الأذى الذي تعرض له أبناء البلدة، ما استدعى تفكيك الخيام وعدده 25 خيمة يسكنه نحو 300 شخص. هذا وقد جرى إحراق بعض الخيام من دون أن تتوضح حقيقة الأسباب. أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه لا يمكن تجاهل ما يجري في طرابلس، خصوصا أن جولة العنف المتفجر باتت تنذر بانكشاف أمني خطر على الرغم من خطة الانتشار التي تبذلها الأجهزة الأمنية مع الجيش مع ما يرافقها من توافق سياسي لتنفيذها. لا يمكن حماية هذه البيئة الوطنية اللبنانية إلا بإنسانها المزين بالحقيقة والأخلاقية والحرية وبمؤسساتها الدستورية. عقد في مبنى بلدية شبع قضاء حصبية اجتماع لبحث شؤون اللاجئين السوريين في منطقة العرقوب في ظل كثرة الحديث عن شبع في الآونة الأخيرة ومحاولة البعض التصويب إلى شبع والإساءة إلى سمعتها بحسب المجتمعين. وكان تشديد على العلاقة الأخوية والإنسانية التي تربط أهل جبل الشيخ من سوريين ولبنانيين، وأن أي مخالف للقانون سيتحمل المسؤولية أمام الأجهزة المختصة. بعد الإعلان كفر متى تستعيد البربارة. أهلا بكم من جديد. شارع الجميزة خال من السيارات وزواره من المناطق اللبنانية كافة مشيا على الأقدام. الجميزي كما يحلم سكانها وكما لم يعتدها زائرها، لا زحمة سيارات وتلوثاتها، شوارعها مشرعة للمشاة فقط، تعلو في فضائها الموسيقى. مشاوي على الفحم، الموائد على الرصيف، الرسم والألعاب والفرح يملأ الوجوه. من المناطق اللبنانية كافة أتوا إلى هذا الشارع لينعموا بقليل من السلام.
صراحة يعني الجو كتير حلو، بتحسي يعني شخصية العالم كتير مرتاحين. أنا ساكن هون بالشارع. إيه شو بدك أحلى من هيك؟ ما أحلى من العربيات، ما أحلى من الزمامير، ما أحلى من العجقة. يعني مبسوطين أهالي الجميزة اليوم سكانها؟ نحن صرنا 20 سنة بنطلب يعملوا شارع بيدهم هون، ليك اليوم. يعني معقولة إنه مناداتكم هيدي تكون خطوة أولى؟ ما منادات ليش مين فيه بدك دولة تسمع ولا لا ما في أمل بدكم كلمة هيدا لبنان بس مش أكثر كرهنا شيء اسمه أحداث كرهنا حرب كرهنا مخالفات مع السياسيين العالم جاي تنبسط أنا من المنصورية بس نزلت خصوصي لهون لأنه حسيت إنه هيدا نهار شيء كتير مهم وبسطنا كلنا وكان في كل العالم تنزل يعني واكتشفنا إنه في كتير عالم من كل أنحاء لبنان يعني جاية عم تمشي أنت اليوم الوزير السابق زياد بارود المشارك في هذا الحدث مع عائلته يتمنى لو كان مثل هذا الحدث في مدينة طرابلس. بتعرفي كان اليوم بيكون أحلى لو ما عم بيصير بطرابلس اللي عم بيصير. تزعلي لأنه على كم كيلومتر من هون في ناس عم تستشهد، ناس عم تسقط. هلا الحياة بدها تستمر بركي بس كمان في حرقة يعني يا ريت هذا الجو كان بجو لبنانيا أفضل. شو عملت أنت لليوم؟ اكتشف الجميزي هو الحدث الرابع الذي تنظمه مجموعة أشرفية 22 بعدما كان النائب نديم الجميل قد نظم حدثا مماثلا في الأشرفية سيسين أرمال ومرم خايل. هذا رابع إيفنت بنعمله بالأشرفية للسنة ونص المتتالية يعني كل ست أشهر تقريبا عم نعمل إيفنت من هالنوع بلشنا بالأشرفية رجعنا بعدين على أرمال ومرم خايل وهلا بالجميزي وشيء كثير رائع. هدف هذا الإيفنت أول شيء نحسس العالم على المشي وعلى أنه السيارة مش كل شيء بالحياة وأهم من هيك عم نبرهن للتجار أنه الوقت يكون الطريق للمشاة متخصصة يقدروا يشتغلوا أكثر ويستفيدوا أكثر فهيدي الشغلة الحلوة وأكيد العالم كلها تستفيد وتنبسط ومثل ما شايف العالم سوبر مبسوطة أكيد رح نكمل فيه بس على جانبه أكيد عنا عدة نشاطات أخرى تتعلق بالنشاطات البيئية بتغيير ذهن المواطنين بتعلقهم بأرضهم وبمدينتهم وتحسين الحياة في المدينة يعني هل ممكن نوصل ليوم نلاقي هون يتحول بس للمشاة ما يكون في عجل ان شاء الله بس يمكن مش بالسنتين الجايين بس اكيد على مدى طويل ما عم نفكر فيها مساحه للتلاقى والسلام والحب والفرح بعيدا عن هموم لبنان ومشاكله التي لا تنتهي كل ما يبتغيه المنظمون واهالي الجميزي ان يعم في كل لبنان على الرغم من الواقع المرير المليء بالدم المصادف في اليوم ذاته في مدينه طرابلس لعيد البربارة في كفر متى الجبلية لون آخر ونكهة تكاد تكون فريدة فمسيحيوها يحيونه للمرة الأولى على أرضها في الوقت الذي تسترجع فيه بعض المناطق اللبنانية مشاهد من الحرب الأهلية يحاول أهل الجبل الذي عانى الأمرين العض على الجرح بلدة كفر متى قضاء علي التي كانت فاتحة حرب الجبل ومشعلة نيرانها بعد مجزرة قضى فيها أكثر من 150 شخصا فقدت كثيرا من معالمها بعد الحرب الأهلية واجتياح القوات للبلدة غادر مسيحيوها وهم كانوا يشكلون نسبة كبيرة من أهلها إلى أن بدأوا منذ 5 سنوات موجة عودة إلى مسقط رأسهم وهم يحتفلون اليوم بعيد البربارة في كنيسة الضيعة خطوة تكاد تكون حلما لعدد كبير ممن غادر مسقط رأسه طفلا على أمل العودة دايما في تواصل مع الكل ونحن اصلا من مختلف الطوائف وفي منا دروز ومسيحيه من ضيعه كفر متى وكلياتنا سوا نظمنا هذا الموضوع واشتغلنا عليه بنجرب نعمل تواصل على صعيد لبنان كله الافور اليوم هو للضيعه كلياتها لانه الضيعه بترجع بتصير سليمه لما يكون كل اهلها فيها الجمر ما بيحرق الا بمحله بنتفهم كل المآسي اللي مرقوا فيها الناس ما عم ننسى شيء منهم بس عم نجرب نقول اولادنا واولاد اولادنا ما لازم يضلهم عم بيعيشوا كلفه يلي صار قبل فكروا تطلعوا جبل محسن باب التباني يوما ما على الأكيد لأنه ما في حل إلا بأننا نرجع نتواصل عايشين كل الناس ببيروت يعني قليل اللي عايش هون بعد بس عم نشجع الناس ترجع طب ليه ما عم ترجع هالناس 30 سنة ليه ما قرروا يرجعوا من قبل بدنا نسأل السياسيين ليه ما عم بيحضروا الأجواء هلا الأجواء منا محضرة هلا أنه يرجعوا يتعايشوا دروز والمسيحية بهالمنطقة في شيء يمكن مش عم ينعلن لبرا في تخوف عند الناس عم بيصير لقاءات مع قرايبنا دروز عم بيصير لقاءات
وهن بيجوا لعنا ونحن بنروح لعندهم، بس الناس بعدها مش مشجعة. كيف علاقتكم مع أهل المنطقة هون؟ بعد بقول في تشنج يعني بين مع الطائفة الدرزية، مظبوط هيدا شيء؟ في هيدا التشنج موجود؟ لا بطل في شيء هيك، ومنش كتير منبسط ومتسلع، وصار في تعايش بيننا وبينهم، بطل في مشاكل مثل قبل. بوجودنا بالضيعة هلأ بتمنى يكون الجرح التأم، وبتمنى يبطل في شيء بالأموس القروي اللبناني وبالجبل، في شيء اسمه عائد وفي شيء اسمه مقيم، نرجع سوا كلنا أهل كفر متى. الأطفال الذين ولدوا في مناطق سكنها أهلهم المهجرون كانوا يعلنون انتمائهم إلى مكان إقامتهم قبل تعرفهم على موطنهم الأصلي. يعني يقولون من منطقة الدكوانة أو من حياة لمنطقة منصورية جديدة، يعني وين كانوا ساكنين، لأنه ما كانوا بالنهاية يطلعوا على الضيعة وما كانوا يعرفوا إنه شو هي الضيعة وشو هي. من وروكوز. من؟ وروكوز. من روكوز. ومنك من هون؟ أنت شو عم تعمل كفر متى إذا منك من كفر متى؟ بل أنا من كفر متى، من بيروت. وأنت من وين؟ أنا من كفر متى. بعض دروز البلدة يتحسسون بشكل أو بآخر من فكرة العودة، معتبرين أن المجازر التي ذهب ضحيتها شبان كفر متى لا تنسى، والجرح الذي تركته القوات لا يندمل. العودة باعتبرها ناجحة أنا، بس بيبقى أنه غياب المؤسسات، الشراكة بالمؤسسات، يعني المؤسسات التربوية مثلا، بعضهم إخواننا من الطائفة المسيحية الكريمة مثلا ما بيعلموا أولادهم، بعضهم ويك أند أو اصطياف. بس طبعا مع الوقت بعتقد رح تتطور موضوع بعض الحساسيات، أكيد الموروثة إذا بدك، واللي بتجدد نفسها، خاصة أنه بكفر متى في وضع خاص، كان في مجزرة ارتكبوها القوات اللبنانية بحينها ومع وقتها مع بظل الحراب الإسرائيلي، بظل الاجتياح الإسرائيلي. على أمل أن تسرع هذه الجمعية وغيرها من نشطاء المجتمع المدني في الوصول إلى طرابلس التي أغرقها التعصب، لعلهم يستطيعون بالعمل الإنساني إصلاح ما أفسدته السياسة والمال والتطرف. قرى حصبية تستبدل المازوت بالحطب المفيد صحيا والأوفر ماديا للتدفئة في فصل الشتاء. ظاهرة الاعتماد على الحطب وجفت الزيتون للتدفئة في فصل الشتاء أخذت بالانتشار، لا سيما في قرى وبلدات منطقة حاصبية، حيث يلفت نظر المارة أكوام الخشب المرصوصة فوق بعضها أمام أغلب المنازل، إلى جانب كميات كبيرة من جفت الزيتون الموضبة في أكياس خاصة تحافظ على جفافها وصلاحيتها لإيقاد نار المدافئ. هذه الظاهرة إن دلت على شيء فعلى تحول سكان القرى واستغنائهم عن مادة المازوت والغاز كمادة أساسية للتدفئة والاستعاضة عنهما بأخشاب الشجر اليابس وجفت الزيتون باعتبارهما أوفر اقتصاديا وأفضل صحيا. هذا الحطب بيغنيك عن المازوت، بيغنيك عن الحطب، يعني هذه مثل هذه الحطبة بتقعد ساعة ساعة ونص بالوجاق، يعني أوفر بكثير وصحية أكثر، والحمد لله يعني ما عمرنا كربنا، ما عمرنا شفنا شيء منها مزعج أبدا أبدا. حبينا نشتري وجاق حطب، كل سنة منشكي على الحطب نحن، لأنه المازوت غالي والمعيشة غالي شوي، عم يطلب حطب أكثر بكثير من المازوت. كلنا منعرف يمكن منشان حاجيات الناس كلهم بدهم للدفع أكثر، عم بتوفر لهم الحطب، عم يوفر أول شيء دفع أكثر، عم بيكون الحطب بالنسبة للبيئة صحي إلهم كمان ولأولادهم أكثر بكثير. وهكذا باشر سكان القرى والبلدات الحدودية تحضيراتهم لاستقبال فصل الشتاء، كل وفق ما تسمح به إمكانياته المادية، لاتقاء البرد القارس الذي عادة ما يسيطر على المرتفعات والمناطق الجبلية. الجامعة العربية المفتوحة فرع لبنان تحتفل بتخريج فوج آخر من طلابها. احتفلت الجامعة العربية المفتوحة فرع لبنان بتخريج دفعة جديدة من طلابها الذين توزعوا على مختلف الاختصاصات ليشكلوا مع زملائهم الخريجين في فروع الجامعة في الدول العربية قيمة إضافية ترفد العالم العربي بالمهارات والكفاءات القادرة على النهوض به في شتى مجالاته الحياتية، لا سيما وأنها مشروع عربي تعليمي وتنموي غير ربحي. بعد النشيد الوطني ونشيد الجامعة ودخول موكب الخريجين والهيئة التعليمية، عرض فيلم وثائقي حول تأسيس الجامعة في بيروت عام 2002، تخلله شهادات لخريجي الجامعة الذين انخرطوا في سوق العمل. مديرة الجامعة فيروز فرح سركيس لفتت في كلمتها إلى إنشاء الجامعة مركزا لريادة الأعمال يؤمن التدريب على كيفية صقل ملكة الإبداع عند الشباب، لا سيما الموهوبين الذين لديهم أفكارا خلاقة قد تحدث فرقا في حياتهم المهنية. الجامعة العربية المفتوحة هي من الجامعات القليلة
في قطاع التعليم العالي التي تحظى بالاعتماد الخارجي. وفي إطار تحقيق الجامعة رؤيتها ورسالتها الهادفة إلى نشر العلم لكافة شرائح المجتمع وبناء مجتمع العلم والمعرفة، وضعت الجامعة ضمن استراتيجيتها فتح مراكز في مختلف المحافظات إلى جانب المركز الرئيسي في خلدي. سيكون قريباً إلنا بجميع المحافظات الشمال والجنوب والبقاع. وختاماً، وزعت الشهادات على خريجي الجامعة التي يضاهي مستواها التعليمي جودة التعليم في الجامعات العربية، وعليه يستطيع الخريجون متابعة دراساتهم العليا من دون الحاجة إلى المعادلة في أي من الجامعات البريطانية. طلاب ثانوية السيدة للراهبات الأنطونيات النبطية يحتفلون والوزيرة ليلى الصلح حميدي بعيد الاستقلال. لمناسبة عيد الاستقلال، وضع وفد من طلاب ثانوية السيدة للراهبات الأنطونيات النبطية برئاسة الأخت ماري لوران دحدح مع عدد من أفراد الهيئة التعليمية باقة من الزهر على تمثال الرئيس الشهيد رياض الصلح في وسط بيروت. بعدها زاروا مكاتب مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية، حيث التقوا نائب رئيس المؤسسة الوزيرة السابقة ليلى الصلح حميدة. جايين أولا جنوب، أهلا وسهلا فيكم، أنا جنوبية من صيدا. كمان جايين من النبطية، عزيزي على قلب أبوي كتير، لدرجة تجوز أمي سورية وشهر عسله قضاه بالنبطية، ما أخذ لا عبريز ولا أخذ على لندن. لاحظت أنه كلكم حاطين على التيشيرت صورة بشارة الخوري. أنا ما تضايقت أبدا، بالعكس، حتى فرجي الناس أنه بالنسبة لتفكيركم بشارة الخوري ورياض الصلح شخص واحد، والاستقلال كان للبنان ما كان لطايفة. بالتالي انه تلبسوا صور بشارة الخوري تحطوها على صدوركم وتجوا تحطوا اكليل على ضريح رياض الصلح، هذا بيعني انه تفكيركم صحيح، تفكيركم بلبنان واحد لا يتجزأ لا بطايفة ولا بمنطقة. وبعدما سلم الطلاب الهدايا التذكارية إلى الوزيرة الصلح، أجروا معها حوارا مستفسرين عن حقبة الاستقلال وعن الرئيس الراحل رياض الصلح. Vous aussi, Madame Leila Solah, vous étiez impliquée au travail politique au Liban. Le fait d'être la fille de Riyad al-Solah, vous a-t-il aidé dans votre travail? Être la fille de Riyad al-Solah ne peut être niable. Je vis chaque jour avec sa façon de penser, avec sa façon de voir. Mais je ne pourrai jamais tabler sur le fait d'être la fille de Riyad al-Solah. Riyad al-Solah est un personnage public qui appartient à l'histoire. Donc, je peux hériter ses gènes, mais pas son destin. وكانت صورة تذكارية. بعد الإعلان، شهرته سيارة وقتلته سيارة. You get us close to Letty and we'll get you Shah. And you give us full pardons all the way around. أهلا بكم من جديد. في سوريا، قرب انتهاء معركة النبك مع تقدم الجيش النظامي، وصحيفة ساندي تيليغراف تقول إن الجيش الحر تحول إلى مجموعة من المجرمين هدفها جمع الملايين. أشارت صحيفة ساندي تيليغراف البريطانية إلى أن الجيش السوري الحر الذي بدأ كمجموعة بسيطة من المقاتلين الذين يحاربون لإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد، أضحى اليوم مجموعة تسعى لجمع الملايين عن طريق الريشة والابتزاز، موضحة أن الجيش السوري الحر بات اليوم عبارة عن مجموعات ذات أهداف إجرامية تهتم بجني الأموال عن طريق الخطف والسرقة عوضا عن محاربة النظام السوري، وذلك تبعا لعدد من المقابلات التي أجرتها. ونقلت الصحيفة عن قائد اللواء عمر المختار المعتدل في منطقة جبل الزاوية أحمد القنطاري إشارته إلى أن هناك العديد من القادة في الثورة لا يريدون إسقاط النظام لأن الوضع يناسبهم أكثر هكذا، مضيفا لقد أصبحوا أمراء حرب ينفقون ملايين الدولارات ويعيشون في قصور ويركبون سيارات فاخرة. مقتل 24 شخصا على الأقل في غارة شنتها مروحيات النظام السوري على مدينة الباب في محافظة حلب. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود عشرات الجرحى، بعضهم في حالة خطرة، ومعلومات عن وجود أشخاص لا يزالون تحت الأنقاض. وهذه الغارة هي الثانية على المدينة في 24 ساعة، وقال المرصد إن المروحيات استخدمت البراميل المتفجرة في غارتي السبت والأحد.
التلفزيون السوري أشار من ناحيته إلى قرب انتهاء معركة مدينة النبك في القلمون، وعرض صورا قال إنها لتقدم القوات النظامية في المدينة، كما عرض لمقابلات مع المواطنين أشاروا فيها إلى المعاناة التي لحقتهم من المسلحين. وفي دمشق سقطت قذيفة هاون على المدرسة الفرنسية ما تسبب بأضرار مادية لكن من دون وقوع إصابات. دعا البابا فرانسيس إلى حل تفاوضي لوقف النزاع الدائر في سوريا، وقال البابا لدى استقباله بطريرك روم الكاثوليك لأنطاكيا وسائر المشرق غريغوريوس الثالث لحام: نجدد نداءنا العاجل إلى المسؤولين من أجل الكف عن أي أعمال عنف وإيجاد حلول عادلة ودائمة عبر الحوار، مؤكدا أنه لا يستسلم أمام فكرة شرق أوسط من دون مسيحيين. وكان البابا قد أعرب قبل 5 أيام خلال استقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تفضيله طريق التفاوض في الأزمة السورية. زيارة بوتين إلى الفاتيكان وحدها من دون أن يعرج على المسؤولين الإيطاليين أعطت مؤشرا قويا على تقدير موسكو لدور رأس الكنيسة في وقف الحرب على سوريا من خلال عمل البابا على استنهاض الكنائس الأمريكية والأوروبية للجم الجنون الأمريكي. منذ عقود والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تحاول ترحيل بدو صحراء النقب، وها هي حكومة نتنياهو تصادق على مخطط برافر تمهيدا لاقتلاعهم من قراهم وتهويدها. فما هو هذا المخطط وما هي أهدافه؟ هبة غضب أخرى اجتاحت الأراضي الفلسطينية المحتلة، قادها فلسطينيو 48 احتجاجا على مخطط برافر الذي أقره الكنيسة الإسرائيلي. المخطط يهدف إلى مصادرة 800,000 دنم لفلسطينيي النقب وهدم 35 قرية وطرد 54,000 من سكانها من بيوتهم وأراضيهم، ويعد من أخطر المخططات العنصرية التي يتعرض لها فلسطينيو 48 منذ يوم الأرض والمصادرات التي نفذتها الحكومات الإسرائيلية. وفي حال إقراره فإن عرب النقب سيصبحون مخالفين للقانون، ووجودهم على أراضيهم سيعتبر غير شرعي. ويمكن تعريف برافر بأنه قانون إسرائيلي أقره الكنيسة بالقراءة الأولى في 24 من يونيو عام 2013 بناء على توصية من وزير التخطيط الإسرائيلي إيهود برافر عام 2011 لتهجير سكان قرى البدو في النقب جنوبي فلسطين وتجميعهم فيما يسمى بلديات التركيز. وتدعي الحكومة الإسرائيلية أن الغرض من مخطط برافر هو تسوية النزاع المتواصل بين بدو النقب والسلطات الإسرائيلية بشأن ملكية الأراضي في النقب. في المقابل يؤكد أهالي النقب الأصليون أن المخطط هدفه نهب ما تبقى في حوزتهم من أراض تقدر بنحو 800,000 دنم، أي نصف الأراضي التي تبقت لهم بعد المصادرات التي جرت عام النكبة، وتهجير من 40,000 إلى 75,000 من 34 قرية ترفض الدولة العبرية منذ إقامتها الاعتراف بها وتحرمها بالتالي أبسط الحقوق الفردية والجماعية ومقومات الحياة. صحراء النقب منطقة صحراوية في جنوب فلسطين تبلغ مساحتها 14,000 كيلومتر مربع، وتغطيها مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخضراء، وتقطنها عشائر عربية كثيرة، وترتبط ارتباطا اجتماعيا بقبائل شبه الجزيرة العربية والأردن وسيناء. هذه القبائل المرتحلة التي حطت في فلسطين منذ القرن السابع على الأقل تحولت مع الوقت إلى قبائل تعتاش على الزراعة وتربية المواشي. وبحلول عام 2008 قدر عدد سكان البدو بنحو 200,000 نسمة، والذي يشكل نحو 29% من مجموع سكان محيط بئر السبع. لكل هذه الدوافع والموجبات نظم نشطاء فلسطينيون تظاهرات انطلقت في صحراء النقب وأماكن مختلفة في إسرائيل والضفة الغربية، وتحولت كلها إلى مواجهات مع الجنود الإسرائيليين أسفرت عن إصابات واعتقالات في صفوف الناشطين الفلسطينيين. وتضامنا وقعت أكثر من
50 شخصية عامة بريطانية على عريضة ضد خطة إسرائيلية تقضي بتهجير نحو 70,000 فلسطيني من أراضيهم في صحراء النقب، وذلك بحسب صحيفة الجارديان البريطانية. يذكر أن مشروع برافر جرت المصادقة عليه في القراءة الأولى داخل الكنيسة الإسرائيلية، وقد يتحول إلى فعل نافذ نهاية العام الجاري، ما ينذر بأيام غضب كثيرة. في مغارة صغيرة في بلدة قبطي قضاء جنين، كان أبو عمار عام 67 يدرب الفدائيين ويضع الخطط العسكرية. كاميرا الجديد دخلت المغارة وعادت بالتقرير التالي. أمام مغارة أبي عمار في بلدة قباطية قضاء جنين، يمضي أديب حنيشي وقته في إعادة ذكريات الماضي، حين كان يتطوع مع الرئيس الراحل عام 67 مع بداية تكوين الكفاح المسلح من جبل قباطية. هذه الحجارة ما زالت شاهدة على أبي عمار حين كان يخطط ويدرب الفدائيين ويستقبل القادة العسكريين وينطلق لتنفيذ عمليات عسكرية ضد العدو. أكثر شيء أجع القاعدة هاي كانت قاعدة قيادي للأخ أبو عمار ميدانية، كان يبعث الدوريات من هون تيجي من الشام تصل، كان ينتظرهم بعرف وين موعدهم، كان يجي مثلا يقرأ الرسائل اللي بتيجي من القيادة من هناك يرد عليها، يرسل للقواعد الأخرى يعمل اجتماعات فيها. كانت تستخدم لتخزين وحفظ الأسلحة هون، وكانت هذه المنطقة كليتها لا يعني قاعدة عسكرية يلتقوا فيها المقاتلين الفلسطينيين بعد حرب 67. وما يميز هذه المغارة موقعها المطل على فلسطين المحتلة عام 48 وصعوبة العثور عليها في حملات التمشيط التي كانت تقوم بها طائرات العدو آنذاك. ولمناسبة الذكرى 9 لاستشهاده، أعلنت بلدية قباطية عن البدء في إعادة ترميم المغارة وتحويلها إلى متحف. راح تكون في منارة هون ويكون في إشي من مقتنيات الشهيد ياسر عرفات وتكون مزار ويعني شبه متحف. ياسر عرفات من مغارة الجهاد في قباطية عام 67 إلى الموت بمادة سمية عام 2004 وفقا لتقارير الفريقين الروسي والسويسري. في فرنسا استشهد أبو عمار، وإلى فرنسا تتجه الأنظار الفلسطينية لمعرفة نتائج الفحوصات المخبرية، فحوصات كان من المفترض أن تسلم في منتصف أيلول الماضي والذريعة عدم الانتهاء من التحقيقات، وإلى حين ما خفي كان أعظم. من داخل ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات، نزار حبش، قناة الجديد. وفاة الممثل بول ووكر في حادث سير في لوس أنجلوس كاليفورنيا. Chance to make your family whole again. You get us close to Letty and we'll get you Shaw. And you give us full pardons all the way around. I can't promise you that. That's the deal. Take it or leave. توفي بول ووكر أحد أبطال سلسلة أفلام الحركة Fast and Furious في حادث سير في لوس أنجلوس. وجاء على صفحة الممثل على فيسبوك: بحزن شديد نؤكد وفاة بول ووكر في حادث سير مأساوي. وجاء في رسالة مماثلة بثت عبر تويتر: كان في سيارة أحد الأصدقاء وتوفي الاثنان معا. وقد عرف بول ووكر الشهرة بفضل تأديته دور براين أوكونر، وهو عميل للشرطة يندس بين أوساط سباقات السيارات في أفلام السلسلة الناجحة Fast and Furious، وقد مثل في 5 من الأفلام الـ6 في السلسلة. وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن السيارة التي كان فيها اصطدمت بشجرة وشبت النيران فيها. ولد الممثل بول ووكر في 14 شباط 1953 في ماساتشوستس، وعمل في التمثيل والإخراج، ومن أهم أفلامه Shining Time Station، Beverly Hills Cop 2 وNight Wars. تزوج عام 1986 من جين بروكر ورزق بولد منها، ثم انفصل عنها عام 93. من بعدها تزوج عام 2009 بلورا بانكو. إلى عناوين صحف اليوم الاثنين 2 كانون الأول، والبداية مع النهار. طرابلس الجولة 18 تهدد السلم الأهلي. القوات النظامية سيطرت على غرب النبك، المقداد حلول جنيف لن تتم إلا بموافقة الأسد. إقرار مسودة الدستور المصري المعدل يفتح الطريق أمام الانتخابات الرئاسية أولا. إلى السفير:
الجولة 18، عشرات الضحايا من المدنيين والعسكريين، حريق طرابلس يحاصر الجيش، تنسيق سوري مع إيران والعراق، الانتخابات في عهدة الرئيس المؤقت، مصر هذا دستورنا. في صحيفة الأخبار، قطر تطرد لبنانيين، جنة طرابلس هنا باب التبانة رأس يتدلى بقرار من قاتل له وجه واسم، إنه تلميذ أمين لإسرائيل، هل تذكرون إسعاف المنصوري؟ في صحيفة الأنوار، عشرات القتلى والجرحى ضحايا المعارك المستمرة في طرابلس، غارات جوية على منطقة حلب وانفجار في القلمون، انتحاري يفجر نفسه وسط جنازة بشمال العراق، إنجاز مشروع الدستور المصري وتفريق تظاهرة للإخوان. في الديار، وضع طرابلس يتدهور والأمور تخرج عن سيطرة الدولة، تصاعد عدد القتلى والجرحى والسلاح بكميات كبيرة بين أيدي المسلحين، مخيم عين الحلوي على خط التوتر، اشتباك مسلح بين جند الشام وفتح. بري طرح لميقات خارطة طريق حول طرابلس، لقاء رئيس المجلس السنيورة، التواصل أفضل من اللا تواصل. الأسد بحث الإعداد لمؤتمر جنيف 2، الجيش السوري يصد هجوم التكفيريين على معلولة. في المستقبل، أي نظام بعد الأسد؟ دولة آمنة لا دولة أمنية. السنيورة تغدى عند بري أمس ويتعشى عند الراعي اليوم، الأمن بالتراضي يستبيح طرابلس. ننتقل إلى البناء، لا نتائج الاجتماع بري السنيورة والاستحقاقات تنتظر التوافقات الإقليمية، طرابلس تنزف من جديد، فمن يحميها من فلتان السلاح والمسلحين؟ إيران تبحث مع روسيا إنشاء 4 محطات نووية جديدة، عرقجي يحذر الغرب من عدم الالتزام بتعهداته، الجيش السوري يعلن السيطرة على 90% من النبك، روحاني يشدد على محاربة الإرهاب، والحلقي يدعو إلى جنيف 2 من دون شروط. في اللواء، ليل طرابلس مثل نهارها، قرابة 70 قتيلا وجريحا برصاص القنص، بري والسنيورة يتوافقان على السعي لتهدئة الموقف، وسجال بين ميقات وريف حول الاعتكاف، غارات وبراميل متفجرة على مدينة الباب في حلب، فيصل المقداد لا قرارات في جنيف من دون موافقة الأسد. ننتقل إلى عناوين البلد، طرابلس مدمات وقادتها عاجزون والجيش في مرمى النار، روحاني سوريا تحوي أخطر الإرهابيين، التحرير يشتعل والدستور يبصر النور. وفي الجمهورية، إيران لصفحة جديدة مع دول الخليج، وظريف يزور لبنان، طرابلس ضحية السلاح والتخاذل، مشروع بيع مشبوه يهدد تنورين، أعياد بلا سياح والرهان على المغتربين لا يكفي. في صحيفة الحياة، رفض مواد في مسودة الدستور يفتح الباب لتعديل خارطة الطريق في مصر، الإخوان يفشلون في السيطرة على ميدان التحرير، أعلنت استعدادها لمحادثات مع الإمارات حول جزيرة أبو موسى ونوهت بخطوات إيجابية من السعودية، إيران تأمل بصفحة جديدة مع دول الخليج. وفي الشرق الأوسط، وزير الخارجية الإيراني أكد استعداد طهران للتفاوض مع الإمارات بشأن أبو موسى، ظريف نسعى لتوطيد التعاون مع السعودية، وزير الداخلية يجب منح الجيش صلاحيات للضرب بيد من حديد، مخاوف لبنانية من انهيار أمني في طرابلس. اشتباكات في التحرير بعد اختراق الإخوان مسيرات للطلبة، مصر تتجه لمنح منصور حق تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية. وفي الختام تذكير بعناوين النشرة، طرابلس على نارها، انهيار مبنى في جبل محسن ومسلحون يؤازرون الجيش بالنار. اغتيال عنصر من فتح في عين الحلوي والمخيم مقفل اليوم. الجميزي مشيا على الأقدام. صحراء النقب تريد إسقاط براذر، أخطر مشروع تهجيري منذ عام 48. ختام النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.